يا مرحبا سفنجري. بقول لك ايه، صراحه بصراحه البضاعه اكسترا قوي من اول رشه لقى الزبونه يا جدع. مش كلنا ساعات تبيع الاخر. منيح انك دخلت في الموضوع على طول يا معلم سلطان. ايه خير طبعا. ايه سعاده البيع بده منك خدمه وهيبعت لك 2 رجاله يكلموك في موضوع. ولا شو لك؟ من امتى بقى سعاده البيع بيقول لي على مواضيع؟ ده كل اللي بيقوله لي اعمل ده يا فنجري، وصل البضاعه دي يا فنجري، بلغ الزبون يا فنجري. لكن المره دي بقى قال لي يا فنجري كلم سلطان وقول لي اني بدي منه خدمه واني هبعت له 2 رجاله بخصوص الخدمه دي. طب بذمتك انت ما بتعرفش يا فنجري؟ خلاص خلاص يا عمنا مصدقك. عربون يشرفوا في اي وقت، حتى لو ما لقونيش في الدكان اي حد من الصبياني هيعرف يجيبني. ماشي ربنا يدين معروفه سفنجري. بقول لك ايه، انت مش عاوز اي حاجه ابعتها لك؟ امرني بس، انا عندي قرع عسلي هيعجبك قوي. لا خلاص براحتك يا عمنا براحتك، الف مليون سلام. فارم عليك يا فنجري. ابو سريع لا مؤاخذه يا سعد. انا عارف اه بس بهزر معاك. المهم يا سيدي المعلمين، انت ناوي تبعت له رجاله امتى؟ انا نفسي اعتمد عليك انت في الموضوع ده. وخلي بالك انا عايزك تزغلل عينيها بالفلوس. اي مبلغ تطلبه ما تقولش لا. ايوه سعد بيه، بس لا مؤاخذه يعني انت مالي ايدك منها قوي من الناحيه دي. ايه يا امها بيموتوا في القرش، امال يعني كانت اتجوزت سلطان ليه؟ خير يا امو، الموضوع المهم قوي اللي انت عاوزاني فيه. بصراحة مكسوفة، مكسوفة منك يا سمارة، بس يا ربي تعدميني، ما تنزليني من هنا مكسورة الخاطر. يا اختي بعد الشر عليكي، اكيد عايزة فلوس. عايزة كام؟ فاشر فلوس؟ فلوس ده ايه؟ ده مستورة والحمد لله والجيب عمران. هو انا يعني عايزة منك عايزة خدمة صغيرة. جرايه يا امه ما تقولي في ايه؟ ايه ده يا بنت، ده مال وشي كصفر كده؟ يا لهوي، اصل بصراحة بصراحة يا سمارة يا حبيبتي عايزك تكلمي جوزك عشان يشغل معاه المعلم صالح ابو شفتوره. يشتغل عنده ايه؟ بياع فاكهه؟ نعم يا الدلعادي. انت هتلفي يا بنت وتدوري عليا؟ هو انتوا بتشتغلوا في الفاكهه وبس يا سماره؟ ما انت ما قلتليش يا اختي عايزه ابو شفتوره بتاعك ده يشتغل في ايه؟ يشتغل معاكوا في الصمت. وهو من امتى كان بيفهم في الكاردة؟ وهو من امتى يا اختي كنت انت بتفهمي في الكاردة؟ علموه. هو حد قالك ان احنا فاتحينها ورشة يا اختي عشان نعلمه؟ قصدك ايه يا سمار؟ قصدي بقى قصدي ان شفتوا لو وقفت في زوري هنا وكل ما اسمع سيرته يركبني 50 عفريت. يا شيخة حرام عليكي بقى، هو عشان الراجل يعني كبر في السن وخستع معاكي ورجع ورا شوية تفضحيه وترمي لي كلام السكك؟ يا بنت خستع ايه؟ انا واخده ابوك مخستع وخلصان خلقه ومن عملت له حاجه؟ ايوه عملتيه، خدتيه لحمه ورميتيه عظم وخليتي الاسوء اللي ما يسواش يتكلم عليه عشان حته الصالح بتاعك ده وانبجحته يا اختي. انا عايزك يشتغل معايا لعلمي، لو انا وافقت المعلم سلطان مش هيوافق. بقول لك ايه يا بنت يا سماره؟ اقفي قوي وكلمي عادل، ما تلفيش وتدوري عليا، المعلم سلطان مش هيوافق ليه؟ عشان يا اختي عارف اللي بينك وبينه. لعلمك قال لي قبل كده خلي امك تحترم نفسها وتسيب الواد الصايع ده، بس انا عشان عارفه ان انت دايبه يا اختي فيه احترمت نفسي وما رضيتش افتح معاك الموضوع. طب كويس قوي يا ست البنات ان انت عارفه ان انا دايبه فيه. واخرتها ياما؟ واخرتها معاك انت ايه يا سمار؟ قلت لك قبل كده هطلق واتجوز اللي انا بحبه. او ده لما تشوفي حلمت ودنك يا بنت، بكره سلطان يركب دماغه 30 كزمه وما رضاش يطلقي، يسيبك زي كده اهو زي بنت الوقت. مالكيش دعوه انت، ساعتها انا بقى هعرف اتصرف. ما كانش العشاء يا سماره. انا عملت معاك ايه عشان تعملي معايا؟
سلام. طول عمري بقف في صفها، تقوم هي تقف ضدي. يا معلم صالح، سمارة معذورة برضو، ما هي فاكرة انه في بيني وما بينك حاجة وحشة، زيها زي ابوها بالظبط، فالبت مش طايقة حد يجي جنبي مني عشان خاطر ابوها. ابوها ايه بس؟ خيال المات ده اللي لا بيهش ولا بينش. اذا كانت هي هتمسك الشغل تبقى محتاجة واحد زي يقف جنبها. وجوزها ده ايه، طرطور؟ هي سمارة تعرف تروح كده ولا كده من غير شرط المعلم؟ ما انت عارف سلطان يا اخويا مولود ورادع ومفتوم في كار الحشيش ده. انا بتكلم من ناحية الحماية يا لولو، اديكي شايف انا اعرف كبارات البلد، يعني اقدر ما اخليش البوليس يهوب ناحيتها. خلاص بقى فكها وسيب الحكاية دي عليا، انا مش هيأس، هفضل ازن ازن لغاية لما اشغلك معاها. انت شايفة كده؟ وفي غير كده يا صالح، خليك انت معايا بس يا اخويا وانت تكسب. انا معاك يا حياتي حتى اخر العمر. طب مديني ظهرك ليه يا جميل. عارف يا ست سمارة لو عايزة تشتغلي تعملي ايه؟ اعمل ايه يا سعد؟ تشتغلي معانا، معلمة. مش اكتر ما انت وحشانا يا سماره، معلش هانت لحد ما نحقق اللي اتفقنا عليه. دعاتي من غير حدود، صلي على رسول الله، صلي على رسول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندم. اهلا بيك يا اخويا. مش ده برضه محل المعلم سلطان الدوكش لمؤاخذه؟ اهلا وسهلا، يلزم اي خدمه؟ قال هو فين لمؤاخذه؟ طب ما انا بسالك اهو، يلزم اي خدمه؟ احنا جايين له من طرف سعاده البيه. سعاده البيه؟ سعاده البيه مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات يا فندم. هو عارف لمؤاخذه، مرتنا فنجاري كلمه في التليفون من يومين. اهلا وسهلا. طب اتفضلوا اتفضلوا. هلا علبه. هلا دكتور. شوف شاي هات للناس اشربوا حاجه. هلا بسرعه. حاضر يا ريس. اتفضلوا يا شويات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه تشربوا يا بهوات؟ شاكرين يا اخويا دوم. شربوا حاجه كده على السريع. الف شكر يا اخويا. ايوه موجود. استنى سلطان. ايوه تعالى دونجل عايز يكلمك. في ايه؟ في ايه؟ اشرفني. ها دونجل، في حاجه؟ اقول لك عايزين ايه؟ ادوك اماره. مظبوط، شاعهم لي على المضيفه. تعالى هنا. ايه؟ هما مين دول؟ تعالى بقى. اعمل يا راسطنجر. تاخد اللفندات توصلهم بيت المعلم. حاضر. ما تطلعهمش فوق، تقعدهم في المضيفه لحد ما المعلم ينزل. حاضر يا راسطنجر. اتفضلوا يا فندايه. اتفضلوا يا راسطنجر. متشكرين. اتفضل. انست وشرفت. اتفضل. مين دول يا راسطنجر؟ الواد انا باخدهم ورايا على فين؟ دول وش السعد علينا هذا متحكم. من طرف سعاده البيت. بالذمه؟ امال بس ما تفرحش قوي كده يا اخويا، اصلك ما انتش عارف التوضيب الجديد اللي عملته المعلمه سمار. توضيب؟ توضيب ايه؟ يعني تلبس طرحه من بكره ومنديل بقويه، ولو عرفت تلبس هدوم مراتك كلها يبقى خير وبركه. ايه بقى الموضوع؟ ده سعاده البيه موصيني عليكوا كتير قوي. طب لو مؤاخذه مش بس لما تيجي صاحبه الشقه يا معلم؟ ولسه في حد جاي؟ انا لمؤاخذه قصدي الست سماره. وسعاده البيه عارف ازاي ان سماره هتشتغل معانا؟
تشتغل معانا ايه يا معلم؟ والله ما انا فاهم حاجه. انا بقى افهمك يا معلم لمؤاخذه. احنا بصراحه كده جايين قاصدين الست سماره انها ترقص لمؤاخذه في فرح واحد من قرايب سعاده البيه. يا ريت يا ريت ما كناش نتاخر. يا ريت ليه بس يا معلم سلطان؟ اصل سماره عدم مؤاخذه بطلت تشتغل في الكار ده من ساعه ما الكباريت حرق. ياه ده سعاده البيه كان عشمه كبير قوي فيكم. يطلب مني اي حاجه تانيه رقبتي سداده. لكن الحكايه دي بقى ما اقدرش عليها لان انا عارف رايها. طيب ممكن بقى لمؤاخذه يا معلم تخليها تحضرنا؟ لان انا يعني لمؤاخذه كنت مجهز لها العربون 500 جنيه هم، وهي بنفسها تقول على المبلغ اللي هي عايزاه، واللي هتطلبه مش هينقص ولا مليم. انا قلت لهم حتى لو دفعت لها 10,000 جنيه برضه مش هتوافق. يا دين النبي 10,000 جنيه حته واحده؟ ما انا قلت لهم كده بس علشان اخليهم يصرفوا نظر. واللي حضرتك تقول لهم كده يا سلطان؟ ما كنا لهفنا 10,000 جنيه وليله وتعدي. لا يا حلوه لا يا طعمه، ليله هتجر ليله تانيه. احنا خلاص مش قلنا نقفل الباب ده بقى؟ مش خايف سعاده البيه يزعل منك؟ لو زعل هيزعل منك انت. وانت مش خايف احسن يزعل مني انا؟ ما يزعل. الله، هو كان في بينكم سابق معرفه؟ بكره هيبقى في سابق معرفه. مش هو هيعرف اني هنزل معاكم الشغل من هنا ورايح؟ اه بس المعامله هتبقى بين انا وبينه. ايوه يا سلطان، بس انا خايفه يعني احسن بعدين يزعل منك ويشيلها لك. يزعل بقى، هو حر. الله، انا كرامتك عندي بالدنيا كلها. مش عارفه يا سلطان، انا حاسه كده ان الفار بيلعب في عيبي. طب وريني، قصدي نوريني. انت مش قلت لي قبل كده ان الواسطه اللي بينك وبين سعاده البيه الوليه اللي اسمها ناني؟ مظبوط. اصل يا اخويا سمعت انها رقاصه مشهوره ومتصيطه قوي، كل كبارات البلد بتحيا افراحهم واعياد ميلادهم. دي رقصت في فرح الملك ذات نفسه. اي نعم انا رقصة يعني كويسة وحلوة وكل حاجة، بس لسه شهرتي ما جاتش زيها. تي قصدك ايه الكلام اللي كله؟ قصدي ان الطريق ده مش سالك، في حوادايا كده مش مريحاني، حاسة ان في مراوغ كبير قوي. يا دين النبي، تصدقي سمارة فوقتيني بالكلام ده؟ مش كده؟ حتى فنجاري ده اللي عمال يموت ويصحى، ايه الحكاية؟ مرعوب، مرعوب كبير كمان. بس يا ترى مين اللي ورا المرعوب ده؟ يا سلطان لو تسمع كلامي بس وتجريهم ونعرف مين اللي ورا الملعوب ده. يعني ايه؟ عايزين اسيبك تروحي ترقصي عند ناس ما نعرفش عنهم اي حاجه؟ ما انا يا سلطان مش هروح لوحدي، هاخد رجالتنا معانا. انت عارف ياكلوا السبع. انت ناسي عملوا ايه في بيومي ورجالته؟ لا مش ناسي. تصدق يا سماره، أنا مخي دلوقتي راح لاتنين. هما مين يا سلطان؟ هو بقى اللي مرضيش. اه والله سعادة بيه، ده حتى مرضيش يخليها تيجي تقعد معانا. يا ابن الحويطة، أنت عارف لو كنت قابلتوها وشخللت لها أنت بس بالفلوس كانت سلمت ورفعت إيديها على طول. يا ريت يا سعادة بيه، ده أنا فضلت أجيله من هنا وأجيله من هنا، فضل راكب دماغه لحد ما وصلنا لغايه الباب وقال لنا بقى وسلمولي على سعاده البيه. غريبه، مع انه عمره ما رفض اي طلب لسعاده البيه. اه بقى هو خايف عليها بقى وبيحبها بعينه. لو خباها ورا الشمس هجيبها. احسبها. احسب ايه لمؤاخذه يا سعاده البيه؟ بقى فتوح وسمارة ولا سلطان وسمارة؟ ده ربنا اللي راكد. قالك مستنيني انا، ما تمشيش. قولوا ايوه قشطة. معلمك ايه؟ قاعدة هناك في ركن الغرامة بتلعب زبون. ايه انما قشطة مليان قوي واسع. اتفضل. ولد يا شاي خير. لا
يلا انت كسبت. الله يلا خلاص. في ايه يا صالح؟ مش شايفني بلعب يا اخويا؟ عايزك في موضوع. موضوع ايه؟ يا عم انا كنت كسبانة كويس مع الراجل. كسبت كام؟ قلت لي 15 جنيه. طب ايه رايك في اللي هكسبك 100 جنيه في كلمتين؟ يا عم اجري. ام كلثوم لو وقفت تغني 30 ساعة على رجليها مش هتقدر تتحصل على ال 100 جنيه اللي انت بتقول عليها دي. طب اسمعيني بس. يا عم قول كلام يخش العقد. هندور واقف بره والعداد بيعد. يلا. الله ما ترسيني على الدور من هنا يا صالح. في ايه؟ احكي لك في السكه ما تطلع عليها. خلاص يا اخويا من غير زرزاره يا اختي. ده يلا يا سعاد بصراحه يا معلم عليات انت ما تعرفيش شرفت ونورت الحزب بتاعنا قد ايه. اتفضلي. مشرف بيك وبصحابه يا كريم بيه. يا اهلا وسهلا. جيت للحق يا كريم بيه. انت ما تعرفش المعلمه عليات بتعزك قد ايه. انا اول ما قلت لها انك عايزها سابت اللي في ايدها وجت جري على طول على هنا. طبعا من القلب للقلب رسول يا صالح. مش نخش بقى في الموضوع؟ أو النبي يا كريم بيه نخش يا أخويا. أحسن أنا سايبة لقمة العيش لوحدها اللي هي القهوة يعني تضرب تقلب. شوفي بقى يا ستي الموضوع اللي أنا عايزكم فيه موضوع مهم جدا. أنتوا عارفين إن الانتخابات على الأبواب وبصراحة الحزب بتاعنا قرر إنه يستقطب بعض السياسيين المستقلين. لا مؤاخذة ما تقول بالبلدي كده أحسن أنا مش فاهمة. يستقطب يعني يضم الناس ليه؟ يا أختي يعني الاتنين يتدرمغوا على بعض. برافو عليك. لا 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 واضح ان ليكي في السياسه من زمان. الا ليا في السياسه دي. السياسه دي لعبتي وشغلتي. طب انا هحكي لك حكايه. فاكر ايام المظاهرات بتاعت الانجليز اللي كانت قدام البرلمان؟ انا والبنت سماره خدنا بعدنا ونزلنا هناك وقعدنا نظاهر كده زيهم. بس ايه رجعنا قفانا يقمر عيش وقعدنا 3 ايام ما حطيناش الزيت في بقنا. هي دي الوطنيه اللي على حق. خلاص خلاص بقى يا صالح خلينا في موضوعنا. شوفي بقى يا ستي الحزب بتاعنا قرر انه يعمل حفله للمستقلين دول وقلنا بلاش الحفله يعني تبقى ناشفه محتاجه رقاصه تطر القعده. فبصراحه ما لقيناش غير سماره بنتك هي اللي تقوم بالمهمه دي. ايه رايك؟ دي مهمه وطنيه غايه الوطنيه. مش بنتك سماره يهمها مصلحه مصر برضو؟ ايه يا صالح سماره بس اللي يهمها مصلحه مصر. كلنا يا اخويا يهمنا مصلحه مصر. دي مصر دي فوق دماغنا من فوق. خلاص ورينا همتك ووطنيتك انت كمان. اني يا معلم صالح عيني. صدق يا كريم بيه اول ما هقول للبنت سماره بنتي ربنا يحرسها يا اخويا ان الحزب عايزك ترقصي عنده ما هتصدق. دي هتزغرت هتيجي ترقص على ملا وشها. اللي مصحيك بدري قوي كده يا غدانفر؟ ايه الكونياك اللي انت طفحته امبارح ما درمغكش زياده؟ وانت على فين بدري كده؟ ميعاد القهوه لسه ما جاش. انا يا اخويا راح اطل على سماره بنتي قبل ما اروح الشغل. بقالي كام يوم ما شفتهاش. البنت وحشتني وعايزه اشوفها. تعرفي نفسي في ايه عليات؟ نفسك في ايه يا اخويا؟ حته بسبوسه ولا صينيه قرع عسل؟ اكل ايه؟ انا اخر حاجه افكر فيها الاكل. امال نفسك في ايه يا سكر؟ نفسي سماره تطلع من راجل تاجر المخدرات ده. الهي وكيسك يا قريب زي ما انت واكسني معاه. وبعدين يا راجل انت طلق ايه؟ الهي يتقطع لسانك من لغلغه. قادر يا كريم يا رب؟ ليه لا؟ البنت ما بتحبوش ننقذها منه. وانا كمان مستعد اسامحك على كل اللي انت عملتيه في حقي ونبتدي من جديد. حياه نظيفه شريفه.
يا راجل انت خلاص اتجننت، الخمره لحست مخك، فوق لنفسك بقى فوق. صدقيني مش هنشحط ولا حاجه. امال هنجيب المام منين يا نن عين ستك؟ انا مستعد اروح لاهلي اطلب منهم فلوس او يشوفوا لي اي شغلانه، دول فيهم ناس كبار كبار قوي في البلد، ونعيش احنا ثلاثه مع بعض بعيد عن الوحش والقرف اللي هنا ده. تعرف تغور من وشي تخفي من خلقتي احسن، ويمين الله ويمين الله اخد فيك مؤبد ولا هبقى زعلانه. تك قرف عليها انا عليها بلا سد فلا فين بقى. استني بس، انت ليه مش عايزه تصدقيني؟ انا اقدر اعمل اللي بقولك عليه ده، انا بحبك، بحبك اكتر من اي حاجه في الدنيا دي. تك قرف، انت تعرف تحب نفسك؟ في ايه؟ في ايه ايه؟ بقالي ساعة بخبط على الباب. معلش كنت نايمة. نايمة؟ ايه؟ نايمة تحت السرير. مالك مبدرة قوي النهاردة كده ليه؟ قوليلي جوزك هنا ولا نازل؟ وانت عارفة سلطان بيصحى من بدري وينزل الشغل. ايه؟ أمال مين اللي فطره؟ هيكون مين؟ الخايبة النايبة أنا، أصحى فطره وينزل يبعتلي اللحمة والخضار الظهر أطبخ يجي يطفح. معلش يا حبيبتي معلش، قالوا انا اللي قلت لنفسي اجري يا عليا تروحي افطري مع سمره وافتحي نفسها المحمر والمشمر. حاولت قبل كده. خدي يا بنت عودي، لا تقومي ولا انا عايزاكي. خدي. خير يا اما؟ في ايه؟ خير يا حبيبتي، هي امك بيجي من وراها غير كل خير. عليات هاتي من الاخر. قال هو انت يا سماره ليه يا حبيبتي مزعله منك سعاده البيت؟ سعادة البي مين؟ يو كريم بي يا بيت، هو انت تايهة عنه؟ ياما انت خضتيني. كريم بي ايه وزفتتين ايه وبتاع؟ خضيتك؟ هو في ايه يا اختي في اللي انا قلته؟ يخض افتكرته سعادة البي التاني. لو انت بهواتك كتير يا اختي، بس اقولك ايه طالعة لامك يا بيت، انا برضو زمان كانت البهوات حواليا كده 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 كده، وكل به والتاني منهم يتمنى نظرة عين مني. المهم ياما سبتاع ده زعلان من ايه؟ شوفي بقى يا سمارة يا حبيبتي، هو عامل حفلة كبيرة قوي 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 في الحزب بتاعه، وحازم فيها كل كبارات البلد، ونفسه من عينه سمارة ست الكل هي اللي تيجي ترقص وتحيي الليله دي. ما انت عارفه ياما انا خلاص بطلت الرقص. بطلت الرقص ده ايه يا بنت؟ ده كان بيجيلك من ورا الرقص شيء وشويات. اعمل ايه بقى؟ جوزي مش عايز نرقص. نعم يا اختي، قولي الكلام ده لحد غيري. انت عايزه تقوليلي ان سماره جوزها بيقول لها تعملي ايه وما تعمليش ايه؟ بصراحه كده زهقت خلاص، قرفت مش عايزه ارقص. تكرهلك ايه يا بنت؟ مالك؟ هو الحب شقلب حالك يا سماره ولا ايه؟ اما لو عايزه تتكلمي معايا تاني اوعى تفتحي الموضوع ده. خلاص الراجل عايز يدفع لك 500 جنيه في الرقصه، وانا هيديني بقشيش كاني هرقص بالظبط. خلاص ارقص انت يا حبيبتي، بس هو عايز سماره هي اللي تهزه وتحيله الليله. انا مش فاهم الراجل ده عمال يلف ويحوم عليا ليه؟ عايز مني ايه؟ قولي له سماره مش سهله، مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. يا سماره يا حبيبتي ليله هتهزي فيها وتعدي؟ طب تصدقي وتؤمني بالله يا اما؟ لا اله الا الله يا سماره، انا كان معروض عليا قد ده الطقطقين وانا قلت لا. يا بنت المفتري انت اكيد اتجننتي يا سماره، اكيد اتجننتي. ينيلك بيت حد يا بنت يرفض نعمه زي دي؟ ايوه قلت لك خلاص زهقت تعبت مش عايزه. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هروح اقول ايه للمعلم صالح؟ ايه بتقول ايه؟ صالح تاني ومشفتوره تاني في حياتي؟ ماله ومال ارقص ولا مرقص انا؟ بس يا بنت بس، اصله كريم بيه كان موسطه وتوسطني هتوسط لك. اتحايل عليك عشان نطلع بالليله دي بسبوبه فيها حاجه دي يا سماره. معقول اللي اسمه كريم ده يطلع هو سعاده البيه؟ هو انا دايما بسمع عمي وزفت الطين اللي معاه ده اسمه صالح يقعدوا يقولوا سعاده البيه راح سعاده البيه جاي سعاده البيه مش عارفه ايه. ايه بس هما كانوا عارفين ان اسمه كريم،
مش عارفه يا سلطان، الراجل ده وراه حاجه، بعدين بيصرف مصاريف مهوله، ده ما بيهمش الفلوس. يعني ايه؟ افهم من كده انك ناوي تروح ترقصي؟ لا 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 لا، انا قلت لامي خلاص ان انا بطلت رقص، بس افرض بقى الراجل ده طلع الراس الكبيره فعلا وساعدت البيه، ساعتها بقى هيحط لنا العقده في المنشار، يا اما ارقص يا اما مش هيدينا البضاعه. ما عنده الست الناني بتاعته، ما ترقص له، انت بتقول عليها رقصه متصيطه. دي متصيطه قوي. خلاص يا اختي هي تروح ترقص له. ما هو شكله كده راكب دماغه عايز ان انا اللي ارقص. عارف ليه يا سلطان؟ ليه؟ عشان يعرف اذا كنت انت بتسمع كلامه ولا لا. معقول برضه. والله ما انا عارف هعمل ايه مع الراجل ده. طب افرضي ما طلعش هو ساعه البيه. اروح اجيب لك انا قرار. لا 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 يا سماره، لا لا، اعملي معروف، خليك انت بعيد وسيبي الموضوع ده عليا. ماشي براحتك، بس اوعى بقى يا اخوي وانت قاعد معاه تعك في كلمه كده كلمه كده، احسن بعدين تغرقنا معايا. في واحد اسمه سلطان دوش برضه عايز يقابل سعادتك. اه خليه. السلام عليكم يا سعاده البيه. اهلا اهلا يا معلم سلطان، اتفضل. يزيد فضلك يا سعاده البيه. ها تحب تاخد ايه؟ مش فاهم قصدي، يعني تشرب ايه؟ لا معلش يا سعاده البيه، انا جاي لسعادتك وانا مستكفي على الاخر، بجيلك مخصوص عشان اشكرك على الطلبيه الاخيره. اخ هي وصلتك؟ انا قلت للست حماتك ولصالح ان دي خدمه وطنيه. على مؤاخذه يعني ست حماتي وصالح ايه اللي دخلهم في كارنا؟ بس صحيح انا مش شايف الصنف وهم عارفين كده، بس ما لهمش دخل في اللي بيني وبين سعادتك. انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه يا معلم. انا قصدي على سماره، انها هترقص لصالح الحزب. اه حتى مؤاخذة سعادة بيه، أصل دخلت في الشغل على طول. بصراحة بصراحة الصف اللي سعادتك بعته آخر مرة كان إكسترا بصحيح. صف؟ صف إيه؟ يا سعادة بيه في إيه؟ أنت نسيت ولا إيه؟ نسيت إيه يا راجل أنت؟ بضاعة سعادة بيه، بضاعة وصلتني لسعادتك. بضاعة إيه يا راجل أنت؟ أنا بعت لك بضاعة. يا سعادة بيه تسيت بضاعه ساعات البيه. الله مش عارف بضاعه ايه. حشيش. يخرب بيتك انا بعت لك حشيش، انت عاوز توديني الداهيه يا راجل انت؟ حشيش اكسترا كده انت باين عليك اتجننت. ايه يا ساعات البيه؟ مش حضرتك برضه ساعات البيه بتعمل ساعات البيه يا راجل انت؟ انت خايف مني؟ ما تخافش يا ساعات البيه، انا ستر وغطى عليك. انا اللي يمكن اخد لقمه تعيشي وانا عضي الايد اللي اتمدت لي ابدا. لا انت باين عليك اتجننت. مش فاهم حاجه في يا سعاده البيه، ما تفهمني. طيب انت متعصب ليه؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ اتفضل اطلع بره، لا عاوز اشوفك ولا عاوز اشوف كلمه مراتك بعد كده، بره. طيب يا عم طالع في ايه؟ اديني طالع. يلا خلاص لاني بره. الفنجاني بره. مفيش كده بره. لما مش هو ده سعادة البيه، امال مين يبقى سعادة البيه؟ يا ما يكون من غيري سعادة البيه. ومش البضاعة اللي وصلته عجبته؟ ايه اللي عجبته يا سعادة البيه؟ ده قاعد يشكرني ويدعي لك دعاء عشان البضاعة والسعر عجبوه. الله، طب أمال ليه ما وافقش إن سمارة ترقص يعني؟ باين عليه بيحبها أوي لا مؤاخذة، ويغير عليها أوي. أيوه بس أنا بلغري بالواد بلاجة إن دلوقتي الكلمة كلمتها والصورة صورتها والمعلم سلطان ما يعملش حاجة من غير إذنها. خلاص بقى يبقى لا مؤاخذه هي اللي مش عايزه ترقص، ونبهت عليه انه يقول لا لاي زبون طالبها للرقص. طبعا لازم تقول لا لاي زبون، لانها بعد كده مش هترقص غير ليا انا لوحدي بعد ما نزيح السلطان. ما
امال ايه ده انا عامل الهلومه دي كلها ليه؟ لا مؤاخذه سعاده البيت، انا كنت عايز اقول كلمتين كده في الموضوع ده. قول يا واد، قول انت دماغك بتعجبني. انا عاوز اقول يا سعاده البيت انك لا مؤاخذه مش هتنول سماره الا في حاله واحده بس. ازاي؟ هي حاجه خطره قوي بس لا مؤاخذه لازم نعملها. ما تقول لي انت عايز ايه بالظبط؟ تخلص من سلطان. اخلص منه؟ اخلص منه ازاي؟ الله، مش كنت عايز تنتقم منه؟ لازم تزيحه من طريقك عشان تبقى سماره لوحدها قدامك. ايوه بس انا ما بحبش الدم. امال كنت عايز تنتقم منه ازاي؟ لا يا حبيبي، انت عايز البسه قضيه زي اللي لبساني، ادخله السجن ينزاح من طريقي واتجوز سماره؟ ايوه بس لا مؤاخذه انت ضامن سماره؟ ايه اللي ضامن سماره؟ ده ما كانش في بقها غير كلمه واحده، فتوح. معقول الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ وايه اللي خلاه عاملنا علينا تاجر مخدرات؟ مالك يا كريم؟ اسكت يا دولت، مش قادر اتلم على اعصابي، مش عارف ايه اللي حصل. حصل ايه؟ تصوري واحد جالي المكتب بيعاملني على اني تاجر مخدرات. ده من البوليس؟ لا طبعا، بس هو تاجر مخدرات ومعروف. انت تعرفه؟ لا معرفوش قوي يعني، بس هو ده اللي كان اتجوز البنت اللي كان كمال ابن عبد المجيد بيها عاوز يرتبط بيها وساب بنتنا يعني. وبعدين عملت ايه معاه؟ طردته طبعا من المكتب. وايه اللي خلاه يظن فيك كده؟ مش عارف، ما هو ده بقى اللي هيجنني. الله، انا شكلي تاجر مخدرات؟ الله، ده انا لو شفت الحشيش مش هعرفه. لا، انت مش شكلك تاجر مخدرات، انت شكلك حاجة تانية. حاجة تانية؟ حاجة تانية زي ايه؟ بتاع ستات. انت الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده يا دولت؟ هي دي الحقيقة، والموضوع ده ورا واحدة. واحدة؟ ايوه، البت الرقاصة اللي انت كنت بتسهر معاها في الكباريه كل ليلة. أنا؟ ايوه، من ساعة ما جت عيد ميلاد فايزة وانت عينك كانت حاططلي عليها، انا قلت كل ده هيحصل، وهو جاي جوزها وبيشن عليك انك تاجر مخدرات، وبكره مصر كلها هتقول انك تاجر مخدرات. لا، ده انت اتجننتي. قصدك انا عقلت، والحمد لله ان البنت اتجوزت، انا دلوقتي اقدر اطلب منك الطلاق وانا ضميري مرتاح. ارجوك يا دولت، ارجوك بلاش جنان، انا مش ناقص مشاكل. انا مصر على الطلاق يا كريم، ولا هعمل لك فضايح. ارجوك يا دولت استني شويه، الحزب على ابواب الانتخابات وانا مرشح امسك وزاره من الوزارات المهمه. امورنا سعاده البيه. خد لفه الحشيش دي. انا صنف. ده مالك يا نظام؟ وانت هتشربه؟ عايزك تخبيه جوه عربيه السلطان. سلمهوله يعني؟ سلمهوله ده ايه؟ بقول لك عايزك تخبيه في عربيه سلطان من غير ما حد يشوفك. والمعلم سلطان يعرف الموضوع ده؟ مش بقول لك غبي؟ والله غبي. المؤاخذة في حاجة يا حظامي؟ ممكن نفتش العربية يا معلم؟ أوي أوي غالي والطلب رخيص، اتفضلوا. فتشوا العربية. إيه ده؟ أنت اللي هتقول لنا إيه ده يا معلم سلطان؟